من غانم اجوا كالعادة طمروا المخيم وهددوا انشالات كله في ذا الوطن، اي كل الاطفال هون في ذا المقاومة. شو رسالتكم للاحتلال؟ الله ياخذهم، الله ياخذهم على جهنم. طبعا كالعادة مش اشي غريب على دولة الاحتلال انها تكون في ايذاء المدنيين، الحاق الاضرار الجسيمة فيهم، وهذا ان كان ينم على ضعف حقيقة عندهم. يعني زي ما بتشوف في سور بيت، مخزن، في سيارة، شجر، هذا شجر الثري ومزروع من 1938، يعني أكبر من عمر دولة إسرائيل المزعومة في 10 سنوات. هذا جزء من الاعتداءات اللي ممكن أنا أوضحها، لكن أنا بقول في الحقيقة إنه لا بأس باللي بيصير، الحمد لله، هذا قدر الله، هذا هو الرباط على أرض الوطن، هذا الرباط الحقيقي على أرض الوطن. والنبي عليه الصلاة والسلام أمن، قال أن الأمن هو في الشام، وإن لم يكن في الدنيا فهو أمان الآخرة إن شاء الله. يعني فلنصبر ولنحتسب وفي ذا الوطن، هذا الحكي الحمد لله. نترحم على شهدان الأبرار الذي رووا بدمائهم الأرض. قامت قوات خاصة للاحتلال بوجودها على محاور مخيمة الكرم على الساعة 10 مساء، وقاموا بإطلاق النار على المدنيين كالعادة. يعني بيقدروش بحققوش مطالبهم وطبوا يعني بيقدروش يطبوا للعسكريين، بقتلوا المدنيين كالعادة. الاستهداف كان للمدنيين مظبوط. ورسالتنا للاحتلال انه احنا صامدين على هذا الارض، على هذا المخيم، ان شاء الله احنا يعني رح نضل نقاوم لحتى اخر نفس فينا.